بونسوار يا أعزائي المشاهدين. اليوم رح نعملكم لبن أمه أو اسمها شاكرية كمان مع الرز المصري. تابعونا لتعرفوا المقادير. هاي الطبخة منفكرها صعبة بس هي ما في أسهل منها، وإذا تابعتوا الخطوات اللي رح أعملها رح تنجح معكم وتطلع كتير طيبة. هلأ فيكم ترشوا عليها سنوبر بس أنا ما بحب كتير، أو ولادي بالأحرى ما بحبوا كتير. صحتين. أول شي رح أحتاجه للشاكرية أو لبن أمه، لحمة. أنا هون عندي تقريبا كيلو لحمة، مو زيت لازم يكون، بيكون أطيب. تقريبا 4 حصوص، 3 حصوص توم. أوكي. عندي 3 ملاعق كبار نشا، ملح، بصل صغير، فيكم تنقوا انتم، ممكن تعملوا هيدا الاحمر الهندي او البصل الصغير الابيض. اوكي. في منهم بيعملوه ببصل جوانح، انا بفضله هيك. وعند المطيبات تبعوا سلق اللحمه اللي هن بصله، قرفه، ورق غار، بهار اسود حبوب، حب هيل، وعندي كمان كزبره مفروم. هلا اول شي رح اعمله، رح جيب طنجرة الضغط حط فيها زيت وبلش بقلي اللحمة مع المطيبات. اوكي. بعدين بنزيد عليها مي وبنتركها تقريبا 3 ساعة لنص ساعة حسب اللحمة اللي عندكن على طنجرة الضغط. هلا رح بلش بقلل اللحمة. حطيت زيت نباتي على الطنجرة، بالطنجرة فيكن تحطوا سمنة ممكن بيزبط كمان، وفيكن ما تقلوا اللحمة دغري سلقوها، انا بحب قليها. رح احط فوق اللحمة، بسم الله، بتركها تتقلى ليتغير لونها. بدي احط فوق المطيبات اللي عندي مع البصلة مشقوقة نصين، بنفس الوقت كون هون عم حط زيت كمان لقلل البصلات. هون اللحمة عم ببلش يتغير لونها. رح استعمل تقريبا 2 كيلو لبن. انا فيكن تجيبوا لبن بيحطوا عليه حامض ساور، نص هيك نص هيك، نص العادة. ورح قلكن شوية معلومات مهمة، اللي هي عنا المواد العطرية لسلق اللحمة ضروري كتير. اوكي. رح احط بعض جزرة، بتعرفوا بتعطي نكهة كمان وبتشيل الزفر وهيك. ضفت جزرة. هلا في ناس بحطوا عود كرافس بس ما بعرف اذا رح يغير الطعمة، ما حطيت، بس بالعادة بالسلق بحط كرافس بيطلع كتير نكهة طيبة وبيشيل الزنخة. وهون البصل عم قليهم. الاشياء اللي بدي اقلكن اياها، لما تقلوا الكزبرة والثوم فيكن تستعملوا زبدة او سمنة بتطلع اطيب من الزيت. في ناس بيعملوا كزبرة وثوم، في ناس بيعملوا نعنع أخضر وثوم، وفي ناس بيحطوا بس نعنع يابس. انتو شو بتفضلوا؟ النكهة يلي بتحبوها. اوكي. رح نستعمل كمان، في ناس بيستعملوا بس اللبن مع مي، وناس بيعملوا مية اللحمة مع مية البصل لما نسلقهم نستعملهم للبن، انتو بتختاروا. وحتى لسلق الرز فينا نستعمل كمان مية البصل ومن مية اللحمة، هيدي حرية شخصية وأذواق. من المعلومات كمان لتدويب النشا ممكن تستعملوا المصل تبع اللبن، يلي هي هيدي المية اللي بتطلع مع اللبن وتدوبوه. في ناس بحطوا النشا دغري على اللبن المسقع وبيدوبوه، فيكم تستعملوا هيدي لتحركوا اللبن، أو تستعملوا الخلاط الكهربائي بإيدكم وتحركوهم. هلا اتقلى شوي البصل تغير لونه، رح احط مي اسلقهم، بسم الله. وبتضيفوا شوية ملح على حسب الرغبة، ما تكتروا كتير. وكمان هلا اللحمة صار فيني ضيف لها المي وبنطر ليطلع منها الزفر وبرجع بحط لها ملح. وهلا التوم شو رح اعمل؟ بضغط عليها هيك. اوكي. هيك بنطحنها يعني بالسكينة.
منجيبهم مع بعض ومنفرمهم هيك. ونرجع وانتهى الموضوع. ما بدي اياهم لانه مطحونين طحن، هيك بيعطوا نكهة اطيب. رح استعمل هيدي لخلط اللبن. وشو رح اعمل؟ مثل ما قلت لكم 3 ملاعق نشا كبيرة. اذا بتحبوا تذوبون بالمصل عادي تبع اللبن. 1 2 3. ورح ضف لهم ملح كمان. وهلا بخلطهم. انا بلشت تطلع عندي الزفرة فبدي شيلها، ما بخلي زفر عندي مشان تطلع نكهة اللحمة طيبة وما تضرنا. حطيت ملح وهلا شوفوا كيف تطلع الزفرة أكثر، بس تحطوا الملح بتساعدني على إنه شيلها. هلا طريقة الرز المصري يلي مع اللبن أمه أو الشاكرية، رح حط كبيتين من الرز المصري، غسلهم كتير 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 منيح تيصير المي لونه ما إلى لون، اوكي بيكون راح النشا كله منه. بعدين بنقعهم لمدة نص ساعة بالمي السخنة، وبرجع بفرجيكم كيف راح فلفلهم بعد نص ساعة. واهم شيء مثل ما قلت لكم راح استعمل مية البصل المسلوق ومية اللحم المسلوقة لسلق الرز. هلا نقعتهم بمي مغلية وراح احط لهم ملح واتركهم نص ساعة. للرز هلا عم قلي بزيت نباتي عندي هون شعرية، ما بحط سمنة لانه لو حطيت سمنة بعدين رح يكبتلو على بعض الرز يلزقوا ببعض. انا بدي اياه هون كل حبة بعيدة عن الثانية، يعني مش لازقين ببعض. فهلا بس يحمروا رح حط الرزات عندي، هيك تحطي انت اكتر اذا بتحبي شعرية، انا ما كتير بحب انه بيعطي لون وشكل، بس مش اكتر من هيك. فيك تحطي انت 3 ارباع كوب لكل كبيتين رز. وبعدين رح نحط هون مية لحمة ومية بصل. هلا خلصت عندي الشعرية تقريبا، رح ضيف هلا مثل ما قلت لكم الرز. بسم الله. منقلبهم عشان يمتزجوا مع الشعرية. منضيف ملح حسب الرغبة مثل العادة، ما كتير بس لأنه عندي مية اللحمة ومية البصل فيها ملح. هلأ رح زيد لكل كباية رز كباية مي أو مرق اللحمة ومرق البصل، لكن بدي للكبيتين كبيتين مرق. إذا ضل وما استوى كتير منيح الرز في نضيف عليه من المرق السخن. بسم الله. نفس الكوب اللي استعملناه لنعير فيه الرز نفس الشي منعير فيه المرق. بحركن بنطرن ليغلو وبتركن على نار خفيفة لتنشف المي ويستووا. هلا رح ضيف من مية اللحمة ومية البصل على اللبن، اوكي، وبخلطهم وبعدين بدي احطهم على النار وبعلمكم كيف تقلبون. شوفوا كيف هيك بنحركوا كتير منيح. حطيتهم على النار هلا، لاحظوا كيف بدي ضل عم بحركهم بطريقة معينة اللي هو هيك وهيك هيك دائري وبارالل.
عشان ما يلزقوا عندي ولا من هون من الاطراف ولا من النص. بدي ضل عم حرك لغاية ما يغلوا، بعدين رح حط فوقهم اللحمة والبصل، اخر شي رح قلل الكزبرة والثوم ونحطهم فوقهم للتقديم. اذا ما بتحبوا الكزبرة والثوم كلكم فيكم تحطهم على جنب وكل واحد يحط بصحنه اذا ما بدكم يبيجات التقديم. انتو المي اللي حطيناه او المرق هو على حسب تقديركم. الرز مثل ما قلت لكم حطيت المرق تبع اللحمه والبصل، بس فيكم انتو تحطوا مي مغليه عادي جدا. تركتهم هلا على نار خفيف الرزات، وهون رح ضلني حرك، استمرار الحرك كتير مهم. ما تنسوا تذوقوا اذا بدكم ملح ولا لا. الرزات استووا ما احلاهم، ما رح افتح عليهم هلا، انا بحب اتركهم هيك 5 دقايق وبرجع بفتح عليهم. وهون بعدني عم حرك الطريقة اللي قلت لكم عنها. ما تنسوا انه لما تحطوا فوق اللبن المرق اللحمة والبصل ما تحطوهم سخنين كتير، انا تركتهم ليفتروا وحطيتهم. منضل عم نحرك بعد ما غليوا عندي. رح ضيف اللحمة من بعد ما غلي عندي اللبن كتير منيح، تقريبا لشي دقيقتين ثلاثة. هلا ضفت اللحمة، رح اتركها تقريبا 5 دقايق، وبعدين شو رح اعمل؟ رح ضيف البصل، البصل لانه ما بده كتير سلق، فحسب انتو اللحمة اذا استوت عندكم ولا لا. فيكن تعملوا شقف اللحمة تكون اكبر بتطلعوا احلى، انا اللي عندي نزلتهم وعملتهم. ما تكتروا كتير مي على اللبن مشان ما يطلع كتير مرق. حطيت الزبدة على النار، بدي اقلي فيهم الثوم والكزبرة. اول شي رح بلش بالثوم وبعدين فوقهم الكزبرة، انا بحب الزبدة معها، فيكن تحطوا انتو زيت اذا بدكن. بعدها هون عم تغلي وبكمل تحريك ما بتركون. هيدي الريحة اللي لا تقاوم، الثوم والكزبرة. مثل ما قلت لكم في ناس بيعملوها بثوم ونعنع او نعنع يابس اللي بتفضلوه، هي اذواق. بحط لهم شوية ملح، وهلا رح اجيب الكزبرة وحطهم فوقهم وقليهم. تقريبا عندي هون نص باقة كزبرة، الباقة مش كبيرة، فرمتهم كتير ناعم ورح قليهم. منضل هون ما ننسى عم نحرك، بدي اياهم 10 دقايق مع اللحمة، وبعدين بدي ارجع احط البصل. مثل ما قلت لكم البصل لانه مستوي عندي اوريدي. هلا في معلومة عن البصل، انتو عم تعملون جربوا بهيدي اللي هون انكم ما تكبوها، يعني ما تقشروها هيدي اللي هون، خلوها مشان ما تفرط البصلة عندكم. رح ضيف البصلات عليهم، بسم الله، اتركهم تقريبا 5 دقايق حسب انتو كيف بتحبوا سماكة اللبن، فيكن تضيفوا مرق او تقللوا. كان لازم انا اضيف اقل شوي لانه حسيتهم شوي مرقين. هون الكزبرة والثوم خلصوا عندي، بدي احطهم اخر شي. وهيك خلصت عنا الاكلة الكتير طيبة، شاكرية او لبن امه، صحة وهنا على قلبكن.